مشاهدينا الكرام أرحب بكم، ودون كثير مقدمات يسعدنا أن نرحب معنا اليوم بضيف نادر وفريد، المفكر الروسي الكبير والفيلسوف الروسي المعروف السيد ألكسندر دوغين. دكتور ألكسندر جيليفيتش، مرحبا بكم، شكرا لكم على هذا اللقاء وشكرا على هذه الفرصة الجميلة. دكتور ألكسندر، في جلسة فلسفية حديثة طرحتم إشكالية أساسية فريدة وغير اعتيادية حول أوكرانيا، قلتم فيها أنه هل كانت، وتساءلتم هل كانت هناك أوكرانيا أصلا، بمعنى أن نحن نتعامل ليست مع أوكرانيا الحقيقية وإنما مع أوكرانيا الخيالية كما قلتم، أو أوكرانيا المحاكاة أو نسخة افتراضية لأوكرانيا الحقيقية. كيف تفكك لنا هذه النسخة الافتراضية أو الخيالية لأوكرانيا؟ والسؤال الفرعي، ما هي إذن أوكرانيا الحقيقية؟ أوكرانيا هي مفهوم جغرافي، فهي ليست مفهوم دولة أو قومية، وإنما هي مفهوم جغرافي. في مناطق السلافيين الشرقيين وجدت تشكيلات متنوعة لكيانات الدولة، لكن نواة هذه الكيانات بعد مرحلة عميقة في القدم وحتى في مرحلة الحروب بين الإمارات أصبحت روسيا الشرقية، حيث كان مركزها في البداية مدينة نوفغارد ثم كييف وبعدها فلاديمير وموسكو، أي أن مركز السلافيين الشرقيين ومجتمعنا ودولتنا كان قد تنقل، ووفقا للمكان الذي كان يقع فيه كانت النواة والمحور. ومنذ مرحلة محددة، أي منذ القرن الثاني عشر، أصبحت فلاديمير وموسكو مركز السلافيين الشرقيين، وبقي على حاله خلال الحقبة المنغولية وغيرها. أما الجزء الغربي للعالم الروسي كان قد انعزل بعض الشيء، بداية كان قد دخل ضمن قوام دوقية لتوانيا العظمى وثم بولندا وجزئيا ضمن النمسا. وحدة السلافيين الشرقيين كانت قد انقسمت، مع الأخذ في الحسبان أن الدولة القديمة لدى السلافيين الشرقيين حافظت على نفسها بين المسكوفيين أو ما يسمونهم الروس الشرقيين أو الروس العظماء. وتدريجيا بعد انتهاء النير المنغولي بدأ ينمو أكثر فأكثر جزء روس العظيمة، أي جزء الشعب الروسي من العالم الروسي الموحد، ويعمل على استعادة أراضيه من جيرانه الغربيين والجنوبيين، من تركيا ومن بولندا ولاحقا من الإمبراطورية النمساوية المجرية. أي أن أوكرانيا هي تخوم العالم الروسي، حيث تراكمت عدة أقطاب للهوية، لم يكن هناك أي كيان دولة. أوكرانيا ليست دولة، هي فقط مساحة افتراضية حيث تركز فيها سكان مؤقتون أو ترانزيت بين الروس العظماء والروس الغربيين، أي بين الروس الشرقيين والروس الغربيين. حاول المفكرون البولنديون وضع الروس الغربيين في مواجهة الروس الشرقيين عبر إعطائهم هوية خاصة وإلهامهم بتوجهات قومية، وتحدث البولنديون عن ضرورة بناء دولة في المستقبل تحمل الهوية الأوكرانية. لقد استطاعوا القيام بذلك مرتين ولفترة قصيرة في عام 1917، وثم انهار هذا فورا، والمرة الثانية هو مشروع تحويل هذه التخوم إلى دولة كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أي عمر أوكرانيا 30 سنة. إذا نظرنا إلى تركيبة السكان لهذه الدولة الافتراضية التي أعيد تشكيلها وبهوية مصطنعة، نرى أن هناك شعبان، حيث في الشرق من أوديسا ووصولا إلى خاركوف وعلى الضفة اليسرى من النهر هناك شعب واحد، إذ تم إسكان تلك المناطق خلال حقبة إيكاترينا،
كان هناك في السابق قبيلة نوغاي في خانية القبيلة الذهبية، وكذلك خانية القرم التي تدريجيا انتقلت إلى تحت سيطرة الروس العظماء، وكانت تسمى نوفاروسيا. تركيبة السكان مكونة من الأغلبية الروس الشرقيين. جميع مناطق نوفاروسيا سكنها ما يسمى الروس العظماء، وهناك أيضا أوكرانيا الوسطى وأوكرانيا الغربية، غاليسيا وفولينيا، والتي كانت أكثر من غيرها تحت تأثير الثقافة الأوروبية الشرقية، أي النمساوية والبولندية. تشكيل دولة من هذا كان ممكنا لو أخذ في الاعتبار هذان الشعبان معا، شعب الضفة الغربية والضفة الشرقية للنهر، الروس الشرقيين والروس الغربيين، أي كان بالإمكان تشكيل دولة بهوية مزدوجة معينة، كما هو الحال على سبيل المثال في بلجيكا، حيث فيها جزءان الفلاميندي والوالوني، فهي دولة واحدة ولكن فيها قطبان أو مركزان ثقافيان. لدى أوكرانيا كان هناك فرصة لكي تكون أكبر من تخوم فقط، لهذا الأمر كان من المطلوب بناء إيديولوجية خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذين الشعبين. لكن أوكرانيا ذهبت عبر مسار آخر، وخاصة بعد الميدان، في البداية بعد الثورة الملونة وثم بعد الميدان في عام 2014، حين قالوا للأوكرانيين أنه يوجد هوية واحدة لهم وهي الغربية والتابعة لأوروبا ولشرق أوروبا، فالينية وغاليسية، أما ما عداها فيستخدمون ضدهم الكلمات النابية ضد الروس. فكرة تشكيل أوكرانيا بهوية واحدة بدل اثنين خلقت الانقسام والأزمة وانهيار هذه الدولة، أي لدى أوكرانيا كان هناك فرصة لتكون أكبر من كونها تخوم وأن تتحول إلى دولة. كان على أوكرانيا أن تهتم بالشعبين أو بجزئي العالم الروسي اللذان كانا على أراضيها وخلق التوازن، لكنها لم تقم بهذا، وبدأت بدعم من الغرب بإملاء هوية واحدة، وهذا أدى إلى الانفجار والاحتجاجات في نوفاروسيا في عام 2014. لكن دكتور ألكسندر، إذا كنتم تتحدثون عن ما سميتهم بالأوكرانيا الخيالية ككيان مفتعل وغير طبيعي، مفتعل واصطناعي، ألا يجب طرح إشكالية أخرى معاكسة لتلك التي تتحدثون بها، أن روسيا بعد الانهيار السوفيتي العظيم أيضا كانت نوع من أنواع الدولة أو الكيان الخيالي أو كيان افتراضيا، وإلا فكان من المفترض أن تظهر هذه الخلافات، والخلافات كبيرة ووجودية بين روسيا وأوكرانيا، لو لم تكن هذه الدولة أيضا افتراضية، ألم تكن روسيا وأوكرانيا معا جانبين أو وجهتين لنفس العملة؟ أنتم على حق، الاتحاد الروسي لم يكن يمثل لا دولة للروس العظماء ولا استمرارية للاتحاد السوفيتي ولا الإمبراطورية الروسية، فهو كان شظية أخرى مصطنعة. نحن ذهبنا بسهولة نحو تفكيك الاتحاد السوفيتي لأنه لم يكن أحد ينظر إلى الاتحاد السوفيتي كوريث للإمبراطورية الروسية أو تلك الدولة التي كانت متعاضدة حول الروس العظماء، أي الشعب الروسي، أي أن دولتنا المتمثلة بالاتحاد الروسي لم تكن ترى نفسها أنها دولة للروس العظماء أو الروس، فهي كانت منذ البداية كيان ليبرالي لما بعد الاتحاد السوفيتي الذي لم يهتم بما يجري في الدول الأخرى من الفضاء السوفيتي السابق، حتى أنه لم يكترث أو يتجاوب مع ما قاموا به بزرع الرهاب من الروس في غرب أوكرانيا الذي كانت تتسم به تقليديا المقاطعات الروسية الغربية التي كانت قريبة من أوروبا ومن الذين كانوا متواطئين مع النازية وتحت تأثير البولنديين، حيث استخدموا بهدف الرهاب من الروس وفق الرؤية الجيوسياسية الغربية عبر تشكيل منطقة فاصلة. نحن لم نكن نتفاعل مع هذا لأن روسيا لم تكن دولة للروس، بل أن روسيا كانت شظية ليس لها هوية من بقايا الاتحاد السوفيتي، لكن فقط
فقط خلال إصلاحات الرئيس بوتين بدأنا نعود إلى هويتنا التاريخية وتقليدنا وقيمنا التقليدية ومصالحنا. وفقط الآن بعد مرور 22 سنة بدأ رئيسنا الحديث عن أن مهمة روسيا في العملية العسكرية الخاصة هي توحيد الروس، أي شيء من الإحيائية الروسية. أي نحن تذكرنا أننا دولة للروس، حيث تذكرنا هذا في عام 2014. بالتالي فإن الأزمة التي باتت تهيمن بعد عام 2014 بين الهوية الروسية في أوكرانيا التي أخذت شكلا راديكاليا ضد الروس، وبين روسيا التي فقط الآن أخذت على عاتقها حماية العالم الروسي، كانت بسبب أن روسيا لم ترى نفسها كدولة للروس. أما الآن فقد بدأت ترى نفسها كدولة للروس، ولقد سرنا طويلا للوصول إلى هذه النتيجة، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذا ليس هو الأهم. بالطبع نحن دولة للروس، لكننا كدولة وحدنا حول شعوب أخرى من السلافيين وغير السلافيين، لذلك نحن كيان أكبر من دولة للروس، ولكن لسنا أقل من دولة للروس. فنحن على الأقل دولة للروس، وهي النواة الأساسية المهيمنة لشعوبنا. فالشعب الروسي هو الذي شكل تاريخيا دولتنا ودفع عن وجودنا وعن نظام قيمنا، لكن هناك شعوب أخرى متضامنة معنا، وهذه هي ثروتنا وقيمنا. ولذلك أنا لا أعتبر قوميا متشددا، وإنما أوروآسيويا، وأنا أؤكد على دور الإيجابي لكل الشعوب. لذلك نحن بتنا نقترب من هذه الهوية الروسية الأوروآسيوية فقط الآن. ولذلك الأزمة مع أوكرانيا الروسوفوبية القومية المتشددة والتابعة للغرب والعولمة وصلت إلى هذه القساوة فقط الآن. أي كلما كانت أوكرانيا أكثر روسوفوبيا، كلما باتت روسيا مع بعض التأخر روسية بعمق أكبر. دكتور ألكسندر، إنما أتمنى أننا سنعود إلى موضوع الهوية، مسألة مهمة جدا، ولكن برأيكم وماذا ترون الآن في هذه اللحظة التاريخية، أو بالأحرى من أجل ماذا ولماذا تحارب روسيا في أوكرانيا؟ المعنى الأساسي لهذه الحرب، وهي حرب ليست ضد أوكرانيا، هو المواجهة بين نظامين عالميين. النظام أحادي القطب الذي يتمسك به الغرب المتعولم ونخبه مثل بايدن أو الليبراليين المتشددين والذين يسيطرون على الغرب الجماعي بشكل عام، وبين مشروع نظام عالمي متعدد الأقطاب. وفي هذا العالم متعدد الأقطاب روسيا تنافس للحصول على السيادة والاستقلال والعظمة والأصالة، أي أن روسيا لا تثبت نفسها كدولة ذات سيادة وإنما كحضارة ذات سيادة. الحضارة ذات السيادة لديها نظامها السيادي للقيم، ليس عاما كالغربي وإنما الخاص بها. المصالح والقيم الخاصة والنظرة الخاصة نحو ما الذي يعتبر شرعيا أو غير شرعي، وحق الدفاع عن قضاياها في الواقع. لذلك العملية العسكرية الخاصة كانت جوابا روسيا على مطالب الغرب الفائضة الذي حضر لضم أوكرانيا للناتو ودعم خصيصا القومية الأوكرانية المتطرفة وخلافا للمنطق. يجدر إعطاء الغرب وأوروبا حقهم بأن إيديولوجيتهم ليبرالية وليست فاشية أو نازية، بينما النازية والوطنية وأي هوية أو أي تصور بأن لدى شيء جوهر يعتبر فاشية. صديقي السويسري قال إن تصويت السويسريين اليوم الذين يرغبون بالعودة إلى سياسة الحياد يراه رؤساء نخب العولمة بأنه فاشية، أي الغرب يرى الفاشية حتى في الأماكن التي ليس لها فيها وجود. أما الغريب أنه حيث توجد الفاشية وهي في أوكرانيا موجودة لا يراها الغرب. وهنا يمكن الاستنتاج عن مدى السخافة والنفاق والتملق العميق لدى الحضارة الغربية التي تحرق كل ما هو قومي ووطني شرعي في أراضيها. ولكن عندما الحديث يدور عن التطرف القومي أو حتى النازية
الإيجابية والكراهية ضد الروس الذي يقف ضد العالم متعدد الأقطاب، فإن الغرب يدعم هذا النهج. ولهذا السبب بالذات هذه الحرب ليست ضد الشعب الأوكراني، وحتى ليست ضد الدولة الأوكرانية، وإنما هي حرب الغرب للهيمنة العالمية. وفي هذا السياق بالذات فإن ضم أوكرانيا كتخوم في المعنى الجيوسياسي وليس فقط من الناحية الإثنية كتخوم بين الغرب الجماعي وروسيا وأوراسيا هي مساحة محددة، وروسيا تصر على أنه إذا لم تكن هذه المنطقة صديقة أو على الأقل محايدة فإنها لن تسمح بتشكيل منطقة معادية لها في أوكرانيا. واقعيا الأوكرانيون باتوا ضحية لهذه المواجهة الجيوسياسية العالمية، ولدى روسيا في هذا الكفاح من أجل عالم متعدد الأقطاب حليف واضح وهو الصين الموجودة في نفس الوضع، وتسعى بشكل أو بآخر تأكيد سيادية حضارتها. والهند ولو في نسبة أقل ورغم خلافها مع الصين لكنها قطب مستقل، وكذلك العالم العربي والإسلامي الذي يسعى ويبحث عن حضارته الخاصة والمستقلة، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا. فإذا أخذناها جميعا فإن أغلب الدول مع العالم أحادي القطب، لكن أغلب الشعوب مع العالم متعدد الأقطاب، وهذا أمر هام جدا. أي حرب روسية ضد الغرب هي حرب الشعوب ضد النخب، فهي من حيث المبدأ بالإضافة إلى الأزمة الجيوسياسية هي أزمة حضارية عميقة تشبه حرب أهلية عالمية. ذلك أن أغلب شعوب العالم لها موقف، أما النخب لها موقف آخر حتى في الدول الإسلامية أو الأمريكية اللاتينية. لذلك روسيا تقوم بحرب عظيمة، فهي ليست أزمة محلية، وإنما هي حسب رأي حرب أهلية حقيقية، حرب لتحديد ماهية النظام العالمي المستقبلي، إما أن يبقى وحيد القطب أو أنه سيصبح متعدد الأقطاب. دكتور، أريد أن تتحدثوا قليلا عن ما انتشر في أوكرانيا من العبادات والشعائر شبه الدينية الغامضة. هناك طبعا أسئلة كثيرة حول هذه الناحية، هذه الهوية الجديدة الغريبة التي انتشرت في أوكرانيا، بالإضافة إلى الراديكالية القومية والتطرف القومي. هناك احتفالية جديدة حديثا لكتيبة أزوف ملآنة بطقوس شبه دينية، رموز قديمة تعود إلى عصر عبادة الأصنام، إلى عصر ما قبل المسيحية، كما اكتشف في بعض الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة أزوف بعض الرموز بل والأصنام، ومنها أحد آلهة السلافية القديمة بيرون، كان هناك تمثال لذلك البيرون وهو صنم سلافي قديم يعود إلى ما قبل المسيحية. ولو أخذنا شارة كتيبة أزوف فهناك أيضا رموز قديمة جدا، ومنها ما يسمى بالشمس السوداء، يعني رمز جرماني عريق قديم منتشر في وسط، كان منتشر في وسط أوروبا. كيف ترى هذه الشعائر وهذه العبادات الجديدة إنجاز التعبير المنتشرة في أوكرانيا بكثرة؟ في الواقع هذا ليس نازية ولا وثنية، وإنما سيمولاكر، أي نسخة أو صورة لما هو غير موجود، أي أنها محاكاة مرعبة وسادية للنازية ولوثنية أجنبية، لأن التقليد الوثني في أوكرانيا وأوروبا اندثر منذ زمن بعيد. أما الإيديولوجية القومية الاشتراكية في أوكرانيا تحمل تشابه شكلي فقط وفقا لتلك الصيغة التي كانت فيها الفاشية عبر التاريخ الأوروبي. على سبيل المثال هناك مؤلف كوميكس أو قصص مصورة يمكن أن القليل من العالم العربي يعرفه وأنتم على الأغلب لا تعرفونه، هو توم فينلانسكي. إنه مشهور جدا بين المثليين لأنه يكتب قصص مصورة عن المثليين، حيث بطل هذه القصص هو مثلي
ويظهر أسود البشرة ويرتدي طاقية نازية وصفات نازية. إن أي شخص وفقا للثقافة العصرية بإمكانه تمييز الفاشية الحقيقية لموسوليني أو النازية الحقيقية لهتلر عن شخصيات قصص توم فينلانسكي، فهو عنصر الثقافة المثلية العصرية للثقافة الليبرالية الذي يرتدي بزي خاص لكي يجعل تلك العلاقات مثيرة بين أولئك المنحلين أو المنحطين. أوكرانيا هي توم فينلانسكي، فهي ليست هيملر الذي قام من جديد، فلقد شغل مكان هيملر تلك الشخصية من كوميكس توم فينلانسكي. أما الوثنية فهي ابتكار وسيمولاكر ومحاكاة، لأن هؤلاء الناس من أوكرانيا الغربية الذين نموا في القرى السلافية الذين يعرضون أنفسهم أنهم الفايكنج القدماء أو كتيبة الأمن الخاصة النازية الاس اس. كان يمكن أن يبدو هذا الأمر مضحكا لو أنه لم يكن خطيرا ودمويا لهذه الدرجة، أي أنهم لا علاقة لهم بالفايكنج ولا بالنازيين، بل إنهم من الموالين للغرب العصريين الذين يحلمون بالذهاب إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي ويغسلون الأواني في ألمانيا، يتصورون أنهم من هذه الشخصيات الخيالية. الحديث يدور عن السيمولاكر، لكن هذا السيمولاكر مبني وفقا لكافة قواعد الترويج وقواعد التكنولوجيا السياسية ووفقا لجميع قواعد علم الاجتماع، مع الأخذ بالاعتبار أن الأمة تتبع القومية، أي في البداية تأتي القومية من ثم تظهر الأمة، وليس العكس. ليس القومية تعبر عن مصالح الأمة القائمة. هذه المبادئ العصرية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والثقافة المثلية العصرية كانت قد استخدمت بالكامل لتشكيل هذه النازية الأوكرانية الخاصة، إرهاب دموي حقيقي وكراهية للروس وعدم وجود أي سمات إنسانية. دكتور، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تم تبني في روسيا لقانون يسمى بأسس سياسة الدولة للحفاظ وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية، وأنتم رحبتوا بهذا القانون وكتبتم مقال حول هذا الموضوع تحت العنوان قد تم وضع أسس للأيديولوجية السيادية. لنذكر المشاهدين ببعض ما هي القيم الروسية التقليدية المذكورة في هذا القانون: الحياة والكرامة، الحقوق والواجبات، الوطنية والمواطنة، المثل الروحية والأخلاقية العليا، الأسرة القوية، أولوية الروحية على المادي، الإنسانوية والرحمة والعدالة، التشاركية، المساعدة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، الذاكرة التاريخية، تواصل الأجيال، ووحدة شعوب روسيا. كيف تكون هذه القيم الروحية أساسا، كيف هي تشكل برأيكم أساسا لأيديولوجية روسية جديدة؟ كأنه الأيديولوجية عملية مختلفة قليلا عن مجرد ذكر والحفاظ على القيم الأخلاقية والروحية. حسب رأيي في هذا المرسوم عن حماية القيم التقليدية وحتى عن سياسة الدولة لحماية وإقرار القيم التقليدية، وهو المرسوم 809 للرئيس بوتين، فيه الحزمة الضرورية للهياكل الأساسية والأقطاب الرئيسية لبناء إيديولوجية كاملة. على سبيل المثال، تفوق الفكر الروحي على المادي. ماذا يعني هذا؟ هذا ليس مجرد تقييم عالي للثقافة، بل هو تغير في كافة نماذج العلوم الاجتماعية وحتى الطبيعية. هل رأيتم الكثير من الدول عدا إيران العصرية التي تؤكد أن الفكر الروحي يتفوق على المادي؟ هذا انتقال من المادية السوفيتية والليبرالية إلى المثالية. إنه سجل مختلف للتفكير. فإذا كان الفكر الروحي أولي قبل المادي، فهذا يعني أن الديانة محقة أكثر من العلوم الطبيعية. أما الأخلاق والوجدان فهي تتفوق على المتعة، فهذا تغير للتوجهات. ففي 100 عام الأخيرة روسيا كانت قد عاشت في مجتمع حيث الفكر المادي كان مقدما على الروحي. أما الوطنية فإن الإيديولوجية الليبرالية مبنية على الخصوصية كأساس. أما هنا فيتم التأكيد على عكس ذلك، أي الروحية
جماعية وحب الوطن والهوية وتوارث الذاكرة التاريخية والتصور حول الحياة الروحية، كل هذه العناصر يتم جمعها في توجه واحد تقليدي إيديولوجي مثالي. وهذه الإيديولوجية لن تكون ليبرالية، وهذا مفهوم، لأنها تخالف تماما الليبرالية، ولن تكون شيوعية لأنها ليست مادية وتأخذ بعين الاعتبار المقياس الروحي والذاكرة التاريخية. فالشيوعيون ساروا إلى الأمام ولم ينظروا إلى الجذور، حيث كانوا يعتبرون التقدم يلغي الماضي. أي نحن نتعامل مع إيديولوجية لها صفات خاصة، وهي إيديولوجيا ليست ليبرالية وليست شيوعية، وبنفس الوقت لا تعتبر قومية، حيث يدور الحديث على أن القيمة الأخيرة هي ثروة الشعوب والثقافات في روسيا. وبهذا فنحن أمام الأممية اللاليبرالية، ليس أمام القومية، وإنما الأممية المثالية اللاليبرالية، نموذج خاص الذي لا يتطابق لا مع الليبرالية ولا الشيوعية ولا القومية. أنا في حينه كنت قد طورت هذا الموضوع في الكتاب الذي يسمى النظرية السياسية الرابعة، حيث هذا النظام للقيم الذي تم تثبيته ضمن مرسوم الرئيس والذي يعتبر أساس سياسة دولتنا يمكن أن يحصل على تطوير وتفسير فقط في إطار النظرية السياسية الرابعة، خارج إطار الليبرالية والشيوعية والقومية. والأهم هو أن هذه الإيديولوجيا مبنية على أولوية الفكر الروحي على المادي، فهذه سماتها الأساسية. هذا يعني أن روسيا تعود إلى جذورها المقدسة، هكذا كان يفكر الناس في روسيا المقدسة. روسيا المقدسة يعني روسيا الروحية، هذا كان في حقبة روسيا القيصرية، موسكو هي روما الثالثة، والوظيفة الأساسية كانت روحية. ولكي لا يتغلب الفكر المادي على الروحي كان موجود النظام الملكي المقدس. الإمبراطورية الروسية ألهمت نفسها أيضا بهذه المثل، وخاصة تحت تأثير أنصار الحضارة الإسلافية، وحتى في نهاية القرن الأخير لوجودها كإمبراطورية. دكتور ألكسندر، شكرا لكم على هذا الحديث الشيق. مشاهدينا، ضيفنا اليوم كان المفكر الروسي الكبير والفيلسوف وزعيم الحركة الأوراسية الدولية ألكسندر دوغين. شكرا. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه كانت آخر حلقة لسنة 2022. سنة جديدة سعيدة. إلى اللقاء.